السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطولة السنة 2020 وفيديو جديد. خلاص يا جماعة، هي يعني الأسبوع الأخير ومراجعة العربي. هنتكلم النهاردة عن مراجعة العربي والأيام، وتاخد كام يوم وتراجع منين والأوقات وكل الكلام دوت. إن شاء الله هنناقشه في الفيديو دوت، وكل ده ان شاء الله هتلاقوه في لينك الجدول تحت في الديسكريبشن او اول كومنت. مبدئيا برضو الجدول ده اقتراح مني انا، معدل جدول استاذ اسامة عز الدين بتاع السنه اللي فاتت، وشلت كل الدروس الملغيه، فدي حاجه كويسه يعني لو واحد مش عارف لسه الدروس الملغيه. وهتلاقوا برضو في الملف الابواب الملغيه، وهتلاقوا ملفات تانية كتير. فخلينا نشوف الجدول. هو بالظبط من النهارده فاضل 10 ايام على امتحان العربي، يعني 10 ايام بلياليهم من غير النهارده اللي هو اليوم اللي نزل فيه الفيديو دوت. فانا عملت الاقتراح كان ان انا اخلي المراجعه العربي في 6 ايام، ودي حاجه يعني كويسه جدا. وحتى في الجدول اللي هو الست ايام في النصوص كلها متكرره مرتين، ابواب القصه برده فيها التكرار، فالجدول مش زانق خالص يا جماعه، الحمد لله. برده رغم ان هو 6 ايام بس، سايب الاول 3 ايام اللي هم من 11 ل 13 يونيو اللي هو من الخميس اللي هو بكره للسبت، دول انت حر فيهم بقى. انت تجيب مثلا فيهم الدروس العربي كلها الفهرس كده، وتحدد انت ايه الدروس اللي انت حلو فيها، ايه الدروس اللي انت محتاج تراجعها اكتر، ايه الدروس اللي يعني نص نص. فتجيب الدروس اللي انت واقع فيها دي تبدا فيها في الثلاث ايام اللي هم خميس جمعه سبت، تبدا فيهم بقى كده تراجعهم وتبص على الاسئله وتحل وكده. عايز تجيب معاهم مواد تانية، عايز تحل شامل، عايز تراجع جيولوجيا، عايز تراجع فيزياء، ايا كان المادة، تاريخ، رياضة، اي حاجة، راجعها في الثلاث ايام بس. الست ايام او السبع ايام اللي بعد كده هم عربي بس يا جماعة، عشان العربي بجد محتاج تركيز، ومحتاج ان انت تفضيله الاسبوع كله. انا هناقش معاكم في الفيديو هو يوم مثلا واحد، وبعد كده الايام هتلاقوها متشابهة، بس عشان لو واحد مثلا مش فاهم الجدول ماشي ازاي او كده. الجدول زي ما انتم شايفينه كده هو هيبقى ماشي بالعرض، يعني هتاخد مثلا من اول اليوم كده الكلاسيكية غربة وحنين، فصول القصة، وبعد كده راحة ساعة، وبعد كده درس القراءة إرادة التغيير، وهكذا اللي هو ماشي بالعرض يعني. طيب هتقول لي مثلا اذاكر امتى، اذاكر ازاي، مش عارف ايه. بص، هو الايام في الاغلبها هتلاقوه مثلا 10 11 ساعة، يعني دي مذاكرة من غير الراحة. فالعدد ده لا هو قليل ولا هو كبير قوي، يعني هو في المتوسط. وبرده ما بقولكوش انتم في الايام دي هتذاكروا 24 ساعة، ما فيش حد بيذاكر 24 ساعة يا جماعة. لازم كل حاجة تديها حقها، جسمك ليه حق عليك كده تستريح عشان تنجز، والراحة الساعة والساعة والنص ساعة دي تاخدها وتريح دماغك عشان تفصل، عشان لما يعني بتبقى انت قاعد كده في الراحة، انا عايز اخلص عشان يلا اذاكر بقى النص اللي هو بعد الراحة ده، فاهمين؟ اللي هو بيبقى فيه دافع ان انت تخلص. انما انت ايه طول اليوم بتذاكر، هتيجي على الظهر ولا العصر خلصت، انا مش قادر، تعبت. لا، برضه مقترح مني او نصيحه مني ان انتوا تبداوا الايام بدري على الاقل قبل الساعه 9، عشان برضه ما يعني يوم الامتحان وتتعودوا على مذاكره الصبح وكل الكلام ده. الناس اللي بتطبق وتنام الصبح وتصحى بالليل والكلام ده برضه يعني حاولوا تقللوه شويه. بالنسبه لمواعيد او اوقات المراجعات، يعني مثلا ممكن واحد يقول لي كلاسيكيه في نص ساعه، هقول لك يعني هو انت دلوقتي مش يعني ان شاء الله مش اول مره هتذاكر فيها الكلاسيكيه اللي هي مثلا ممكن صفحتين ثلاثه في كتاب المدرسه. وبرده كاتب لكم في الملف البي دي اف اللي هتلاقوه تحت، كتاب المدرسه مهم جدا يا جماعه، تراجعوا منه تعليق النصوص والشرح بتاعها، تراجعوا فيها المعاني اللي في الهوامش تحت، تراجعوا فيها قطع البلاغه وقطع النحو اللي في كتاب المدرسه في غايه الاهميه يا جماعه. السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، جه سؤال في نص كان في كتاب المدرسة سطر ونص، الناس داخت عليه، داخت عليه حرفيا، وهو كان في كتاب المدرسة في سطر ونص. تيجي انت بقى تتوه في وسط المذكرات بتاعتك، مذكرة عاملة النص في 30 ورقة، والكتاب الأضواء مثلا عامل النص في 20 ورقة. أنا ما بقولش الناس دي غلط، بس دلوقتي احنا في مرحلة الوقت، الوقت مهم فيها. هتقول لي أنا عايز أتقن، أنا عندي وسواس. يا حبيبي يعني تخلص نص في 7 ساعات وتسيب باقي النصوص، يعني مش منطقي خالص يا جماعة. فندي كل حاجة حقها. أنت مثلا أنت بقى دي أنت وشطارتك فيها، أنت مثلا شايف الكلاسيكية دي ممكن تذاكرها مثلا في ربع ساعة على فكرة عادي، فممكن تاخد من وقت الكلاسيكية لوقت غربة وحنين، أو العكس صحيح، يعني زي ما تقول بترحل أو بتستلف من مكان لمكان عادي. طيب ايه بقى المراجعه هراجعها ازاي؟ هتراجع يا عمي من المكان اللي انت كنت بتراجع منه في اول السنه عادي خالص، مذكره مدرس، بس تكون زي كتاب المدرسه، الادب اللي فيها ما يزيدش ولا حرف عن كتاب المدرسه، كفايه يعني هو كتاب المدرسه كفايه عليه قوي الادب مثلا. التعليق بتاعه زي الفل، تعليق كتاب المدرسه حلو، زاد عن تعليق كتاب المدرسه اقراها كده للعلم بالشيء،
يعني يمكن تخبط، انما اللي هتحفظه واللي تركز عليه جامد هو تعليق كتاب المدرسه، ادب كتاب المدرسه. اتفقنا يا جماعه؟ هتراجع الادب ازاي؟ قراءه، هتفتكر العناوين الرئيسيه، هتحفظ الاسئله اللي جت قبل كده، هتشوف اسئله سنين فاتت. عايز خلاص ده كله، عايز تسمع في 15 دقايق تاني بالورقه والقلم او حد يسمع لك، كل ده متاح يا جماعه عادي في نص ساعه. بعد كده تخش على غربه وحنين ساعه ونص، تقول لي ساعه ونص ده قليل جدا ومش عارف ايه. يا عم لا، دي مش اول مره هتراجع فيها، ومش عايزين الوقت ياكلنا برضو. نفس الحوار، هتقرا الابيات، الناس اللي لسه ما حفظتش الابيات النصوص الحفظ يحفظوها. هتراجع الابيات، هتراجع المعاني بتاعتها، هتراجع الشرح بس قراءه، ما حدش بيحفظ شرح يا جماعه، الشرح ده مجرد معاني بس، دي حاجه حبيت انوه عليها بس. وبرده تعليقك والشرح من كتاب المدرسه. بعد كده ايه؟ فصول قصه من 1 لـ 4، اللي هم 4 صفح حرفيا في الكتاب في ساعه. يعني ده انت اصلا ممكن تاخدها في نص ساعه، وان الفصول دي تهرت حرفيا، انت واخدها من شهر 8. فيعني نشد حيلنا فيهم كده. هتقرا الفصول من كتاب المدرسه او من مذكره المدرس اللي زي كتاب المدرسه برضو. تقراها كده يعني تستمتع بيها، مش شرط بقى سين وجيم ومش عارف ايه، لا عادي تاخد كده الموضوع ككل. بعد كده ما خلصت ممكن تشوفها سين وجيم، تشوف اسئله سنين فاتت عليها، كل ده متاح يا جماعه. كتاب الامتحان بيجيب الحوار ده بطريقه حلوه جدا. بعد كده الراحه الساعه، هتقول لي ساعه كتير وراحه مش عارف، لا خدها، خد راحه ساعه، فرغ دماغك كده وعشان تستريح، عشان الفتره اللي بعدها هي فترات جدول مقسم مثلا ل4 فترات تقريبا، عشان الفتره اللي بعدها بقى تدخل تاكل الكتاب حرفيا. درس قراءه اراده التغيير، كان استاذ عامله في نص ساعة، فأنا بصيت بقى على الكتاب الجديد، ما كانش عندي درس القراءة دوت، فبصيت عليه لقيته 3 صفح تقريبا، فقلت خد ساعة يا عم قرأه تاني، احفظ الأسئلة سؤال وإجابة أسئلة سنين فاتت كل حاجة. بعد كده قصة قصيرة 2 صفحة في الكتاب في نص ساعة، يعني ما فيش كلام. بعد كده كنيسة نورت برضو في 1.5 ساعة، نص نثري، النصوص النثرية يا جماعة مهمة جدا. كده هتستريح ساعة تاني. بعد كده بلاغة ونحو، هتقول لي طب أراجع بلاغة ونحو إزاي؟ تاخد الاساسيات، يعني البلاغه هم سؤالين، واحده عضويه ومش عارف تجربه شعريه. هتراجع السؤال ده بيتحل ازاي والسؤال ده بيتحل ازاي، واحده في يوم واحده مثلا في يوم، وشويه بقى ايه وتقضي اليوم حل. النحو هكذا، تراجع مثلا الوحده الاولى تشوف فيها ايه، في كتاب الامتحان كله موجود طبيعي، الوحده الثانيه فيها ايه، الوحده الثالثه فيها ايه، وهكذا. بس الافضل لك ان انت تحل على الكلام ده، تحل القطع اللي موجوده في كتاب الامتحان، قطع موجوده في كتاب المدرسه، كل الحاجات دي. حلو كده، في ربع ساعه او نص ساعه عادي افكار واستشهادات وتعبير، هتقرا التعبير. تعبير بقى فيه يعني في كل يوم حاطط موضوع مختلف، العلم وموضوع عن الترشيد الاستهلاك والاخلاق والعمل والقراءه مواضيع كتير، موضوع مشهوره مش شرط هي دي اللي تيجي اكيد، بس موضوع مشهوره. هتقرا موضوع عن العناوين ديت، هتشوف الافكار. برضو جايب لكم في ملف البي دي اف يا جماعه، ملف تعبير بتاع استاذ اسامه عز الدين في مواضيع زي دي واكتر بكتير كمان، واستشهادات وازاي تكتب تعبير وكل الكلام ده يا جماعه، زي ما كان بيقول برضو في الفيديوهات بتاعته كتير. فالملف ده هتلاقوه برضو في البي دي اف في الصفحه الثانيه على طول. هتقرا افكار كده يعني فاهم، توسع دماغك عن المواضيع دي. هتستريح نص ساعه، وبعد كده اخر 3 ساعات في اليوم بقى اختبار شامل. يا سلام بقى على الاختبار الشامل. على ايامنا والسنه اللي فاتت برضه كان الاستاذ اسامه بينزله على القناه بتاعته، واحنا على ايامنا كان بنزله على فيسبوك وكده. طب افترض ان هو ما نزلش او نسي او الحاجات اتاخرت او مش عارف ايه، انت هتعمل ايه؟ هتجيب سؤال، هتعمل انت لنفسك بوكلت كده، هتجيب سؤال على كل موضوع من اللي انت ذاكرته، سؤال مثلا عن اراده التغيير، سؤال عن التكافل، سؤال عن فصول القصه اللي في الاول، سؤال واحد او على حسب البوكلت يعني بتاعك بيبقى عامل ازاي بس، وتروح حاطه في ال3 ساعات دول وقاعد تحله بالكلمه، بالتعبير، بالتعبير اللي انت لسه قارئ افكار عنه، قارئ كل حاجه عن التعبير ده. هتجرب نفسك بقى في الامتحان اللي هو في 3 ساعات. فكده اللي هو انت رجعت وحليت وحفظت وحليت امتحان زي اخر السنه، هتحل 6 امتحانات في كل يوم امتحان شامل زي كده. بجد الموضوع هيبقى، هتدخل الامتحان باذن واحد احد يعني، هتخش الامتحان حاطط رجل على رجل حرفيا يعني ان شاء الله. ف كل بقى الكلام اللي انا قلته ده يا جماعه كل ده عن تجربه شخصيه. بجد الجدول ده الحمد لله فادني كتير في السنه بتاعتي، مشيت عليه بالساعه وباليوم وكل حاجه، لان الفتره دي عايزه فعلا ان انت تبقى ماشي بالسطر، ما ينفعش ان انت تمشي كده وخلاص. وحوار مثلا في ناس برضو تقول لي انا برضو كل ده اقتراحات عادي، ما فيش مشاكل تمشي على ده تمشي على غيره ايا كان اللي يريحك. بس في ناس بس برضو قالت لي ان احنا ممكن نراجع فروع كامله مع بعضيها وكده، بس اللي هو ما حبيتش الفكره. ليه؟ لان الفرع انت
انت مثلا بتبقى في القصه محدد لها يوم، يوم ونص، يومين مثلا في القصه، انت طول ما انت بتراجع قصه تقول ايه انا زهقت بقى، انا طب ما انا عندي 5 ولا 6 نصوص ونصوص لسه ما حفظتهاش ومش عارف ايه والكلام ده، فدماغك كده بتبقى متشتته في حاجات تانية وانت بتراجع الفرع كله على بعضه. فانا شايف الطريقه دي بالنسبه لي احسن الحمد لله، وعن تجربه يا جماعه. ان شاء الله ان انتوا تمشوا على الجدول دوت، وتعرفوني في كومنتات برده وقولوا لي لو محتاجين اي حاجه. ان شاء الله في الايام الجايه هنعمل برده ان شاء الله سلسله ليالي الامتحان في الايام الجايه، ويا ريت لو حد استفاد من الفيديو حاجه يا ريت تشير لاصحابه لو محتاجين اي جدول، ولو اول مره تشوفنا يا ريت تعمل اشتراك او سبسكرايب او تعمل لايك على الفيديو، ودعواتكم لينا بالتوفيق ان شاء الله، وهانت الرجاله باذن الله، وبالتوفيق قدامكم ومكافحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محدش هيهتم بفشلك، لكن ملايين هيهتموا بنجاحك. ملايين هتتحول قصتك بالنسبه لهم